بونتين أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الإنترنت. موضوعنا اليوم هو الأذن الغير ملتصقة، وحاضرة بحضنا دكتورة نورس شبشوب الربيعي، طبيبة مختصة في جراحة التجميل والترميم. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع ذيات نجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ألو إيفام سبيسيال سانتي باي ميد.ان. دكتورة مرحبا بك وحدنا في إيفام. أهلا بك هاجر، بارك الله فيك على الاستضافة ويعطيك الصحة. مرحبا بك، الله يخليك، بارك الله فيك. دونك دكتورة اليوم احنا باش نحكيوا على الأذن الغير ملتصقة، شنو هي هالأذن الغير ملتصقة هذية، عدم الالتصاق هذية اللي احنا نجمو نشوفوه عند العبيد، مناش ينجم يجي، اسكو يتخلق به، اسكو على خاطر عمل الأكسيدون تنجم وذنه تولي هكيكة، اسكو فما أمراض تنجم تتسبب في الحاجة هذية، كيفاش نجمو نصلحوا عدم الالتصاق هذية، شنو ما لي بوسيبيليتي اللي موجودين باش نجموا نصلحوا، سواء نخلي نقول لكم التشوه هذايا الموجود اللي يقلق برشا العبيد واللي نجم يتسبب زاده في برشا مضار ولا تاثيرات نفسيه على على الحياه نتاعهم، يا اما في القرايه، اما في الخدمه، يا اما في الدنيا، يا اما مع العبيد، يا اما مع المتحابين نتاعهم، مع المحبين نتاعهم. دونك احنا هيت نفسروا ساعه للعبيد اش معناها هالاذن الغير ملتصقه هذي. يعطيك الصحه هاجر. بالنسبة للأذن الملتصقة نجم نقوله الأذن البارزة، زادة الأذن تظهر أكبر من العادي متاعها. كيف الإنسان يبدأ تغزر له تشوف أنه ثم غير توازن في الوجه، في الأذن ثم حاجة معناتها ما هيش عادية، وهذا يسبب له في الاستهزاء، في التنمر. وكيف ما قلت انت بالنسبه للطفل باش يتسبب له، اذا الوالدين ما فقوش بالحكايه هذه باش يتسبب له في تاثيرات على حياته كامله. هي دونك الاذن البارزه هي اكثر سبب من اسباب اللي تخلي الطفل يقوم بعمليه تجميل. دونك اكثر عمليه تجميليه، تجميلية استيتيك بور للطفل هي الأذن البارزة. الأذن البارزة كما قلت أنت هي غير ملتصقة، دونك سادون ستالور اللي هي كبيرة ياسر وغير طبيعية. الأذن هذه بالنسبة لكيفاش تصير هي خلقية تتخلق بها، تجم يكون ثم فيها عامل الوراثة، يجم يكون موجود بيان سور، يجم يكون واحد من أبائه موجود عندهم الحكاية هذه، ويجم يكون مش موجود. دونك الي ايديوباتيك، ما نجموش نعرفوا الاسباب المعينه اللي هي علاش صارت هذيا. دوب اللي تولدت الطفل في الاسبوع الاول اذا فاق به، اذا فقنا بالحكايه هذيا على الاول، ثم امكانيه انه نريقلوها من غير لا جراحه، غير حتى شيء، حاجه سهله. هي ثم دي جونغ دو بروتيز يحطهم ونخليوهم باش ياخذ الفورمه، وثم امكانيه زاده كيما نقولوا احنا بالعربي جوست يعمل شد، يعملوا له هكا ان بوتي بونداج توت اوتور دو لا تيت، يتسكر عليه وترجع له البوزيسيون نتاعو جوسكا 3 موا ديجا سا ديسباري، هي ديجا سا ديسباري تري تري فيت. اذا ما فاقوش بها وتعديت هكاك بعد 3 موا تولي تصير كان العمليه الجراحيه، خاطر ديجا الغضروف يتقوى وياخذ الفورمه ونوليو الجراحه هي الحل الوحيد. باهي دكتوره، قول قايل عدم الالتصاق هذا ولا المشكله اللي تنجم تصير هذه في الوذنين، تجي في الوذنين الزوز ولا تنجم تجي في وذن بركه على غير الوذن الاخرى؟ تنجم تجي في وذن وتنجم تجي في الاثنين، اكثريتها في الزوز، لكن تنجم تكون في وذن برك. باهي يعطيك الصحه دكتوره على التوضيحات هذه الكل. شويه اخر دكتوره نحكيو على التدخل التجميلي كيفاش ينجم يصير على الاذن الغير ملتصقه هذه، ما كنا نحكيو من بكري وقلنا انه نجموا اذا كان البيبي تولد بها فما تدابير نجموا نعملوها وتنجم تتصلح هذه حتى بعد حتى لين توصل عمرك 3 اشهر. قول قايل تو نجموا العبيد اللي يسمعوا فينا وما يفيقوش بالصغير نتاعهم عندهم الاشكال هذه حتى الان عمر ينجموا تتصلح الحكايه هذه نتاع الأذن اللي ماهيش ملتصقه. هو اذا ما فقوش به من الاول وما صارتش التدابير اللي ذكرتها باش اون فان دو كونت باش يقعد المشكله، باش تقعد قائمه الذات، خاطر الغضروف ديجا يتكون وياخذ الفورمه نتاعو وتقعد صعيب انه يتصلح.
دونك وقتها نراقبوا الطفل. الطفل المراقبة متاعه كيفاش تكون؟ تكون على المدى الكل، معناتها الجسماني وعلى النفساني. في حالة أنه نشوفنا أنها التشوه هذية التشوه كبير ويقلقوا وقت اللي يبدأ يمشي للحضانة يشوفوا أصحابه أخواته في الدار، بدأ يكون له بعض القلق النفسي، ثم بعض الاستهزاءات، بعض التنمر متاع الأطفال. وقت الوالدين يزمهم يفيقوا فيها في الوقت المناسب وتصيروا العملية. هي عملية سهلة، عملية ما هيش صعيبة، عملية تري تري سامبل، والعملية هذه تكون أسهل قد ما يكون الطفل أصغر. احنا بالنسبة للعمر متاع الطفل احنا نستنيه السنة الخامسة. كيف يعمل السنة الخامسة متاعه تكون ديجا الأذن تكونت وكملت، وقتها نجمو نعملوا له العملية باش نتلافيه أنه باش يكون له العقد النفسية اللي تنجر عليها، خاصة إذا ما يفيقوش بها، خاطر يجم يعمل انزواء، يعمل يجم يولي يرفض حتى المدرسة، يولي يرفض أنه يكون مع أصحابه، هذا الكل يأثر في حياته كاملة بيان سور، مدرسيا والمستقبل متاعه الكل يتأثر. احنا يلزم البو والأم يكونوا منتبهين للحكاية هذه وواعين بالحكاية، من غير لا يقلقوه، من غير، لكن يشوفوا ويزم يشوفوا الحكاية في الوقت المناسب، وقت اللي هو يطالب الوليد يطالب أنه يحب يصلحها، وقتها يجمو يتجهوا للطبيب لجراحة التجميل وتقع العملية. وقتها العملية ما هيش صعبة بالكل. باهي دكتورة، تو نجمو يبدأوا يسمعوا فينا باغ اكزومبل دي بارون ويقول لك أنا كيفاش نجم نعرف اللي الوذن متاع ولدي ما هيش ملتصقة بالصفة اللي سيبوزيه تكون فيها. يقول لك اسكو فما درجة متاع انحناء معينة وإلا درجة متاع بعد الوذن على التليني متاع الراس باش أنا نجم نحسبها وإلا نجم نعرف اللي بالحق الوذن هذيك غير ملتصقة ويلزمني وقتها نقوم بالتدخل الجراحي نتاعي. بالنسبه لل بارون معناتها للوالدين، ماهمش باش يشد لك ميترو باش يقعد يحسب، نو، ما هي ظاهره انه البروز موجود، يكون انفتاح الزاويه ما بين الاذن والراس تكون كبيره، تعطي اسبي نتاع اذن كبيره، وثم اذن التغاريس نتاعها تكون ناقصه تولي منفتحه كيما الورقه وتعطي لاسبي غير عادي، هما باش يشوفوه انه اسبي ماهوش عادي. لكن بالنسبه لنا احنا كاطباء نقيسوا حكايه الزاويه هذيا، ثم 35 درجه، وثم حكايه ال 1 سنتيمتر خارجه من سنتيمتر خارجه من بارابور للراس تولي تعتبر ديكولي. باهي دكتوره، اسكو عدم الالتصاق هذايا ينجم ياثر على الوظيفه نتاع السمع نتاع الاذنين والا لا؟ هو بالنسبه للاذن كداخل الاذن هو تابع الوريل، معناتها الاطباء متخصصين في الاذن، لكن خارجيا لو بافيون يتسمى السيوان هذاك تابع للتجميل. بالنسبه للفونكسيون نتاع السمع بالنسبه للسيوان لو بافيون معناتها ما هوش حاجه ديتيرمينونت، هو يجمع الصوت، لكن من التغاريف هذيك التضاريس هذيك نتاع الكارتيلاج نتاع الغضروف هذيك الفورمه المزيانه احنا هذيك تساعد انه كيف تكون ديجا جميلة باش تكون أحسن حتى في تجمع الصوت، لكن ما عنديش أنها أي علاقة بالسمع ولا عدم السمع. باهي يعطيك الصحة دكتورة، نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الأذن الغير ملتصقة. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. دونك دكتورة، إذا كان قررنا باش نقوموا بالتدخل التجميلي على الأذن الغير ملتصقة هذيا، كيفاش تصير العملية؟ اسكو فما تحاليل قبل، فحوصات قبل تتعمل؟ اسكو فما تدابير قبل العملية باش نعملوها وإلا لا؟ هي عملية كالعملية الكل. بالنسبة للتوقيت نتاع العملية كيف ما قلت لك، من الأحسن تكون قبل لابيبرتي، قبل
سن البلوغ. سن البلوغ علاش؟ على خاطر احنا نعملوا جرح من تالي وراء الاذن. الجرح هذا وقت اللي يبدا وقت البلوغ ثم امكانيه انه يتكاثر شويه، ولو هي حاله ضعيفه برشا معناتها مش باش تكون كان شيء في بورسنتاج صغير برشا، لكن احنا ماذا بينا نتلافاو الوقت هذاك نتاع لا بيبرتي. دونك من احسن تصير العمليه قبل لا بيبرتي وقبل ما يدخل للمدرسه، وتصير العمليه هي اون برينسيب تصير تبنيج موضعي. لكن احنا نشوفوا الحالات ونختاروا. في بعض الاحيان نعملوها تبنيج كامل وقت اللي المريض نحسوا انه ماهوش باش يقعد مرتاح في التبنيج الموضعي، نعملوا له تبنيج كامل. لكن التبنيج الموضعي فيها يخلي ما ثماش اوجاع، ما فيها حتى شيء. العملية خاصة كيف تتعمل على الأول كيف ما قلت لك الغضروف مازال لين، سهلة وما فيهش ما فيهش برشا وقت. باهي توا اللي يسمع فينا دكتورة يقول لك باهي الترتيب نتاع العملية كيفاش ينجم يصير؟ أنا شنو باش يصير في الأذن نتاعي باش ترجع شادة بلاصتها ومريقلة؟ وشنو اسكو باش تطلع خاطر ساعات جينيرالمون يقول لك في المشاكل يمكن تظهر في العمليات هذيا ساعات يبداو مش متساوي، وإلا تأخرها أنت أكثر من لازم، تنجم مثلا ما تعجبوش العبد بعد ما يعمل العملية. قول لك كيفاش نجموا نحسبوا الحاجات هذوما؟ بالنسبة للعملية هي يلزمنا نحكيو على الاناتومي نتاع الأذن. الأذن قلنا وقت اللي تبدأ ثم الزاوية ما بين الأذن والجمجمة محلولة ياسر، وقتها نحكيو على البروز الأذن. والأسباب نتاعها العضوية هي حاجتين، يا إما القوقعة تكون عالية كبيرة تخلي الأذن واقفة، وإلا ما ثماش تضاريس في وسط ما وسط الهلال، خاصه الهلال هو البوردور نتاع الاذن، احنا نسميوه ليليكس، ولونتيليكس هو اللي في الوسط نتاعو. دونك لونتيليكس هو اللي ما فيش تضاريس، اللي هو ما وسط الهلال نتاع الاذن. هذه كل سبب، ويجم يكون السببين مزدوجين، معناتها الزوز موجودين الاسباب الزوز. دونك الطبيب الجراح يلزمو الزوز يصير لهم يصلحهم. يا اما دونك احنا من طبيب لطبيب ثم هو والطريقه نتاعو هي عادي، لكن زيدا في كل حاله ثم الحاله كيفاش باش تعمل العمليه نتاعك. اسكو باش تعمل التضاريس؟ اسكو باش تعمل جوست لافيكساسيون في الكران؟ اسكو باش تعمل باش تتنقص من 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 علو القوقعه هذه اللي تعطي الاسبي نتاع ان الاذن تولي واقفه؟ دونك انت والحاله وانت بيان سور والجرح. بالنسبه لحكايه لاسيمتري اونتر لي دو، معناتها لي دو النتيجه كيفاش باش تكون، هي بصفه عامه باش يكونوا فرحان، ديما يكون فرحان. علاش؟ خاطر تكون عنده تشوه كبير، كان مقلق وحتى نفسيا حتى اذا ما تكلمش. وحنا نحكيو مثلا في نستغل الفرصه انه شو نقول لك، انه حتى اللي تلقاه ماهوش ظاهر مثلا البنات تلقاها ما تظهرش مغطي بالشعر نتاعها، ومالغري سا تلقاها اون فان دو كونت قلقه نفسانيا، تلقاها ماهيش مرتاحه وثم حاجه مقلقتها، وهي ولو انه الاذن نتاعها مغطيه. الاولاد سي فري ظاهرين على خاطر الشعر نتاعهم اكثر، دونك باش تكون اكثر ظاهره، لكن كيف حتى للبنات. باهي دكتوره، اذا كانوا الاذن ماهيش بارزه اما لاصقه برشا للكران كما نقولوا احنا، اسكو نتبعوا نفس المراحل نتاع العمليه تنجم تتصلح هذيك زاده والا لا؟ اذا الاذن ماهيش بارزه لاصقه على الاخر للكران، ما فماش البارتي هذيا السيده، اسكو تتصلح والا لا؟ معناها نجموا نعطيوها اسباس الاذن باش تبعد شويه على الراس والا لا؟ هو بصفه عامه هي الاذن طبيعيا انها تكون باراليل للكران، معناتها انها تكون لاصقه
معناتها ما فهميش هي لاصقه كومبليتمون فهميش الديفورماسيون هذيا لي ديفورماسيون اللي يكونوا موجودين التشوهات اللي يكونوا موجودين هو التشوه مثال انه الاذن تكون صغيره تكون كبيره تكون غير كامله غير مكتمله تكون مثلا ثم ديزاكسيدون يخليوها امبوتي ناقص حاجه تجم تكون زاد الطرف الشحمي نتاع الاذن تجم تكون زاد فيه تشوه لكن حكيت انها تكون لاصقه اكثر من لازم ما ثماش حاجات من النوع هذايا بالعكس يا لوفيت انها لاصقه هيك هو الموقع الطبيعي نتاعها انها تكون لاصقه معناتها موازيه للفروه الراس باهي دكتوره اسكو فما حاجات لازمنا نعملوها بعد العمليه باش نتاكدوا من نجاح العمليه والا لا فما تدابير نجمو ناخذوها بعد العمليه سا ديبون هو معناتها يلزمنا نتبعوا الطبيب الجراح اش قال خاطر كل جراح هو عنده طريقته سي نورمال الخاصه لكن بصفه عامه احنا بعد ثالث يوم من الجراحه يلزمنا نعملوا تفقد الجرح نشوفوا ثماشي نلوجوا ثماشي مضاعفات كيما الدم اللي يتحصر معناتها بدايه تعفن حاجه كيما هكا يلزمنا نشوفوا يلزمنا نلاحظوا الحكايه هذه ابري 3 جور ويلزم المريض ياخذ مشد معناتها جونغ نتاع بوندو يلبسوا باش يرقد به ويقعد به ليل ونهار ثلاثة أسابيع الأولانيين ثلاثة أسابيع اللي بعد يجم يقعد به كان شي في الليل باهي اسكو ينجم يسترجع نشاطه الرياضي بعد العملية ولا لازم مدة نتاع راحة؟ الرياضة القوية ماذا بيه بيان سور الإنسان يبعد عليها رياضة سهلة رياضة عادية يجم يقوم بها بعد شهر لكن الرياضة القوية ماذا بيه يبعد عليها بيان سور شهري باهي اسكو يبدل وضعية النوم نتاعو والا لا؟ هو اون برانسيب اون فوا هو عنده البوندانا يجم يرقد كيف ما يحب ماهيش مشكلة حتى من الأول أما احنا بيان سور احنا نقولوا للمريض يرقد على ظهره باهي إذا كان عملنا تدخل جراحي على الأذن اسكو نجمو نعملو على الأذن الأخرى فرد نهار وإلا لازم نعملو على الأذن وبعد نرتحو نعاودو نرجعو نعملو على الأذن أخرى؟ لا احنا نعملو فرد مرة فرد وقت تعرف عاد فما عمليات يقول لك بالطرف بالطرف سيسر واحنا لا هي الكل الحكاية الكلها معناتها ماكسيموم ينوغي دمي الكل في الكل باهي احنا أنا ما حكيتش على الأنواع نتاع العمليات فما عمليات نعاودو الهيكلة كاملة احنا والعمر اللي يجي انت والمريض اللي يجيك وقت يجيك من الاول تتجم تعمل الهيكله تصير حتى من غير لانك تفتح ما بين لي جونكسيون ما بين الغضاريف والحاله هذه اللي تخليك يا اما ما بين نصف ساعه وما بين ساعتين الوقت العمليه سا ديبون انت والحاله اللي باش تلقاها. باهي دكتوره ما بين انواع الجراحات اللي انا زاده لقيتهم لقيت اللي نجموا نصلحوا الحكايه هذيا باللازير، اسكو فيزابل والا لا؟ احنا نعملوا اللازير هو سي ان اوتي لو لازير شيرجيكال نعملوا كيف تعمل لا شيرجي او لازير فيها منافع كبيره، شنو هي المنافع؟ ينقص الاوديم، ينقص النفخ الالتهابات ويعطي ويربحك شويه في الوقت وقت اللي تخدم. والكاليتي دو لا سيكاتريس تكون خير. دونك لو لازير اون لوتيليز نستعملوه بيان سور نستعملوه اداه تحفونا معناتها باهيه تعاوننا. باهي ما بين الحاجات الاخرى دكتوره لقيت انا استخدام شرائح معدنيه، اسكو فما الحكايه هذه نجموا نستعملوها الحاله هذه والا لا؟ هي الشرائح المعدنيه هذه هي اول حاجه غاليه شويه ماهيش رخيصه دونك احنا بالعمليات اللي احنا نعملوها في تونس ارخص برشا من حق الشريحه برك والنتيجه بيان سور هي مش باش تعطي لك نتيجه مخير نو النتيجه احنا والحاله لكن ماهيش باش تعطيك نتيجه خير والشرائح هذوما هي تربحك في الوقت تبني جموعي جرح صغير صغير على الاخر معناتها اقل من 10 مليمتر والوقت يمكن حكايه 5 دقائق تعمل الشريحه
وتسكر بها الأذن، لكن ما تجيش مثلا للقوقعة الكبيرة، تجي لعدم وجود التضاريس في ما وسط الهلال، معناتها البوردور، البوردور بتاع نتاع الأذن اللي في وسطها اللي هي لونتيليكس احنا نسميوها، هذيك وسط الهلال هذيك هي اللي تصير فيها الشريحة هذه، لكن موجودة، هي تقنية من التقنيات موجودة وسهل استعمالها على الأخر. باهي، ما بين التقنيات الأخرى دكتورة، وانت قولي اسكو صحيح ولا غلط، فما تقنية اسمها خيوط الشد تتعمل للصغيرات مش العباد اللي كبار في العمر، موجودة هذه ولا هذه تعاون؟ هي النتيجة متاحها ماهيش نتيجة مش كيف ما الجراحة، هي تشد معناتها منها فيها كما نقولوا الكلمة منها فيها هي شد، لكن هي ماهيش باش تفتح الغضروف وماهيش باش تلصق الأذن للمكان دون فاسون ديفينيتيف، هي تعاون في الحالات تكون ماهيش حالات كبيرة برشا. باهي دونك دكتوره، جوست انت قلت لي في الشرائح المعدنيه عندنا كم معين نستعملوا فيه التقنيه هذه بارابور للتقنيات الاخرين، فما زيد حتى هما عندهم دي كام معينين نجموا نستعملوا فيهم كل تقنيه ولا نجموا نستعملوا تقنيات الكل؟ هو التقنيات احنا في الجراحه معناتها التقنيه الكامله انك انت تفتح الاذن كامله والغضاريف كل غضروف يولي وحده وتخلي انه الاذن ترتاح وتولي هي وحده وحده في وسط العمليه، وصلت ارتاحت وولت موازيه للراس. دونك هذه على حسب انت والتشوه اللي عندك، في بعض الاحيان ماهوش لابد انك تعمل ليزيتاب الكل هذوما، يشفي باش تعمل حاجة ولا اثنين باش توصل للنتيجة اللي حاجتك بها، خاطر كل في كل حالة عندك عندك كيما نقولوا المرمى نتاعك انك وين باش تحب توصل. نبداو من نابل، معنا جمال، مرحبا بيك جمال. الو، عسلامة. عسلامة سيدي، مرحبا. السلام عليكم، مرحبا بكم وبلي فهم. عايشك الله يخليك، تفضل. بالله انا عندي بنيه عمرها 4 سنين. اي عمرها 4 سنين، فين حطيت كاسك دكتور؟ اي 4 سنين. اي عندها خلقه في ودنها لاصقه لاصقه راسها، معناها باهي ودنها لاصقه راسها، كان جبتوا لك الموضوع انا من بكري. اي هذا كي نقرب لها كي تسمعني، كي نبعد من بعيد ونعيط ما تسمعنيش، وعديت عليها كل شيء وتحب العمليه. لكن انا سبحان الله ظروف واحد كل شيء وعندها موعد يعني متبع في جواز كما الناس كل فهمت اختي. اي وانا نستنى في الموعد كل مره بالموعد وانا نشوف توا سمعنا برنامجكم وقلنا حنتصل بكم. مرحبا بك سي جمال، باش تجاوبك دكتوره. دكتوره، هو سي جمال قال المشكله اللي عند بنته اثرت له على السمع، معناها تو ديبون دو الالتصاق، نوع الالتصاق ولا المسافه نتاع الالتصاق نجم تاثر على السمع والا لا؟ احنا نحكيو على السيوان الخارجي، دونك الاذن الخارجيه اللي هي ما عندها حتى علاقه بوجود السمع ولا بعدم السمع، دونك هو اذا عندها مشكله في السمع هذه يمشي للطبيب مختص في الاذن وال انف الاذن والحنجر. هكاك ايوه. نمشي ولا يسرى؟ معنا يسرى، مرحبا بيك يسرى. عسلامه هزوره. عسلامه دكتور. عسلامة، مرحبا. يعيشك. بربي انا مازلت عندي يعني مازلت شولت عندي 3 اشهر بيبي نتاعي. دونك من الاول نستخايلو وحم. من بعد اكتشفت اللي عنده تشوه في الظن الليمون. ايه. دونك توا كي جيت سمعتكم وتاكدت معناها حبيت نسال الدكتور اسكو نجم نعمل له عمليه وتوا هو عمره 3 اشهر. وهل فما مضاعفات يعني بعد العمليه والا لا؟ هو يسرى في اذن بركه عنده تشوه؟ اي في الاذن اليمين، اي في الاذن اليمين، وحبيت نسال زاده من بعد العمليه لو فرضنا عملناها اسكو ترجع نورمال والا ترجع معناها مال الفورمي؟ باهي. تنجم تسالها دكتوره كانت حابه. اي شنو اللي انت لاحظته معناتها تشوه فاش يتمثل؟ والله تشوه معناها الوزن نتاعو لاصقه برشا معناها للحمه نتاعو وجايه بالطول يعني اكثر من الوزن الاخرى يعني ماهمش فرد مش فرد كبر؟ فوالا مش فرد ولاصقه برشا معناها للراس نتاعو معناها من تالي وللقروش نقولوا احنا.
باه اي بالنسبة معناتها انت لاحظت انه الشيتي الجانبين ما هماش بنفس البروز هكا بالضبط ما هماش نفس البروز. انت تجم تو بور لو مومون تعمل له هذاك البوندانا البونداج اللي يرقد به وتستنى 6 شهور ومن بعديك يفحصوا طبيب تجميل و نقول لك دكتوره فما شكون يقول بارابور لي بيبي ساعات يتولدوا بالوزنين لاباس عليهم معناها ما همش بعاد على بعضهم ما همش كبار حتى شيء اما لو فيت اللي راقدوا مثلا البيبي على ما راقدوهش بالكدا خاطر كما قلت انت بكري القروش هذاك طري دونك ياخذ الفورمه اللي احنا حطيناها عليه والا اذا كان جبدوا له وزنيه برشا مثلا صديق احنا نلعبوا معاه ما هو يمشي معنا معناها فهمت اسكو تنجم تكون هذه سبب من الاسباب ولا لا؟ اي حكايه اللعب ما هوش باش ياثر ما كيف تلعب معه بوزنه مش باش يأثر لكن بار كونتر كيف يبدا يرقد ديما بطريقه اللي مثلا وزنه منطويه على تحت راسه تجم تعمل له دي ديفورماسيون اذا يقعد ديما هو هكاك دونك يفو فيغ اتونسيون ويزمك تحاول انك تعمل له كلمه شد باش يخليه تخليه كيف النمو نتاع الغضروف نتاعه ياخذ الفورمه الباهيه المزيانه. باهي جوست باش نرجع دكتوره للسؤال نتاع يسرى سوا ديزون اذا كان البيبي نتاعها عنده الوزنين اللي احنا قاعدين نحكيوا عليه الغير ملتصقه وعملنا العمليه اسكو ما عادش تعاود ترجع بعيده على بعضها الاذن تقعد مريقله؟ العمليه اون فوا صارت مره ما بقاتش تتعاود تعمل بالباهي وكهو معناتها يوغا با دو ريسيديف. باهي يعطيك الصحه دكتوره نمشيو للشابه معنا نور مرحبا بك نور. عسلامه. عسلامه نور مرحبا بك. بيك عايشك حبيت نسأل الدكتورة أنا عندي بنتي عمرها 16 عام معقدة شوية من وزنها خاطر الزوز مجبودين هكا لفوق شوية ولاسكين دونك ديما تخبي فيهم بشعرها ومش قابلة روحها معناها معقدة من الحكاية هذي وديما معناها تحبش تهز بشعرها ديما لتلم لفوق شيء ديما خاطر لفوق وزنها ومعناها خايفة من حتى من نظرة العبيد دونك نحب نسال الدكتوره اسكو الجراحه تنجم تنجح في حالتها ولا لا وما تاثرلهاش زاده على السمع نتاعها. باهي بالنسبه للجراحه ما تاثرش بالكل على السمع بالعكس احنا قلنا وقت اللي الصيوان نتاع الاذن معناتها الاذن الخارجيه تبدا مزيانه بالعكس هي تعمل تجمع نتاع الاصوات وبالعكس تكون حاجه نافعه. دونك اون فوا عملت العمليه ما عندها حتى مخلفات بالنسبه للسمع حتى علاقه مع السمع وان فوا عملتها بيان سور باش تكون ترتاح نفسانيا وترتاح نفسانيا بالباهي زيد على خاطر نعرف انا انه كسوسوا النساء ولا الرجال اللي عندهم المشكله هذه يكونوا ياسر قلقين من الحكايه هذه. باهي جوستومون دكتوره مش نركز معاك على الحكايه هذه على الاثار النفسيه نتاع الاذن الغير ملتصقه سختو على الاطفال واذا كان ما لقفناهمش في الصغر باش تتواصل معاهم الاثار النفسيه هذه حتى لين يكبروا. قل القائل شنو ينجم يصير للصغيرات هذوما والا حتى العبيد الكبار اذا كان ما صلحنا لهمش المشكله هذه في الوقت؟ كيف يبدا الطفل واعي انه عنده التشوه وانه مش قابل هالتشوه هذايا خاصه انه يلقى في الاستهزاء ولا اثر تمامه ما عندك كيف يزيد يكبر شويه ولي تساؤل شبيك ما صلحتهمش الاستهزاء هذايا وثم مام يقولوا له كلام نابي هذايا يكون يعمل اثر كبير في نفسيه الطفل يعمل له انزواء يولي يرفض حتى انه يمشي في بعض الاحيان للمدرسه ما تعرفش علاش الوالدين ما يعرفوش علاش السبب هذايا الوغ هو معناتها على خاطر المشكله هذه نتاع الاذن خاطر في المدرسه في اقرانه يستهزئوا به ويعملوا له مشكله يولي ما بقاش عينه انه حتى يمشي للمدرسه اللي هي عندها ريبركسيون قويه على المستقبل نتاعو سي نورمال دونك احنا ماذا بينا انه الاولياء
يتفطنوا للحكايه هذه باش ما يخليوش انه الطفل يقعد يظهر له اللي ما فيهاش ما فيهاش حل. الوغ هو الحل نتاعها سهل جدا، ما فيش حتى معناتها في نهارته ديجا يجي في الصباح يخرج براتيكمون اميدي، معناتها نصف النهار نصف يوم، معناتها ماهوش عمليه كبيره ولا حاجه وما فيها حتى ضرر. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. احنا نمشيو للمروج معنا وليد. مرحبا بك وليد. اهلا بيك. مرحبا. عسلامة سيدي. مرحبا. تحية ليك وتحية للدكتورة. اهلا بيك. تفضل وليد. يعطيك الصحة. بلاي هو أنا مش نسأل على الأذن الملتصقة، هي الأذن، لكن مش نسأل على الحلة نتاع الأذن عند ولدي عمره 12 سنة، ودنه محلولة أكثر من خواته تلفاصون، نجم نشوف طبلة الأذن. حبيت نسك معناها نجم نشوفها طبلة الأذن واضحة. حبيت نسأل عادية الحكاية ولا لا؟ باهية. بالنسبة لل كما نقولوا الأذن الداخلية، هو يحكي على الأذن الداخلية، إذا تكون محلولة وما فيهش مشكل ما فما حتى ما عندوش حتى قلق. بالنسبة للخارجية إذا أمورها معناتها جماليا مقبولة ما فما حتى مشكل زادة، فلا بين باش يقعد يلوج على حاجة. باهي يعطيك الصحة دكتورة. نمشيو لتونس معنا فاطمة. مرحبا بك فاطمة. عشان اختي مرحبا بك اختي هاجر، مرحبا بك دكتوره نورد، يعطيكم الصحه على السجل اللي اقترحتوه اختي. حبيبي تفضل. يعيشك الله يخليك. نحب نقول لك دكتوره، عندي بنتي عمرها 10 سنين عندها مشكل هذا من الفلده في ودنها، مالفورماسيون في الودنين الزوز، وفما اون بليس اسيمتريك في الوجه، دونك الودن عندها الودن اليمين ما فيهاش القوقعه وودن اليسار ديكولي وزوز ديكولي، دونك نحب نعمل لها عمليه ونتبع فيها انا مع او ار ال كونسيرمون السما وكل شيء ونحب نعمل العملية. ما نعرفش اسكو سي ريسكي ولا دكتورة على صحتها هي بويسكو ان بو فراجيل وبارابور عمرها وسافوار بيأثر على السمع بويسكو هي عندها ان بو بروبليم في السمع في لوغي غوش نقصة شوية وزيد على هذا مع الوقت ومع الكورونا كل شيء هو ديجا توقيت ندخل المكتب نحب نعمل العملية سوف نخاف مع الكورونا تأثرش على صحتها. باهي تشوفوا دكتور. قد ايه عمرها؟ عمرها 6 سنين دكتورة. 6 سنوات. هو أي. العمر هذايا هو العمر الايديال للعملية. دونك أحسن حاجة أنك تعرضها دونك على طبيب جراح التجميل باش نشوف الحالة إكزاكتومون وتصير لها العملية توا في الوقت هذايا. ما ثم حتى روبيركسيون حتى انعكاسات أخرى. انعكاسات على السمع بالعكس معناتها عندها حتى انعكاسات على السمع. باهي يعطيك الصحة دكتورة. نمشيو لجرومبيليا معنا نفيسة. مرحبا بك نفيسة. وي عسلامة. مرحبا لالا تفضل. عسلامة دكتور. بالله أنا نحب نسأل باغابوغ لي زوغي ديكولي معناتها كيف تعمل أوبيراسيون قداش تقعد معناتها بوغ ريكوبيري وإسكو تنجم تقعد ديريكتومون؟ نجم شنو الجملة الأخرى سامحني؟ تخدم ديريكتومون. أه تخدم. باهي. معناها ترجع حياتك العادية. أي. بالنسبه انت والحاله نتاع الاذن، الاذن كيف ما قلنا تجم تكون فيها تشوهات مزدوجه ولا تشوه واحد، اذا تكون تشوه واحد العمليه باش تكون اقصر، تكون ما بعد العمليه يكون اسهل. اذا تكون العمليه فيها تشوهات مزدوجه دونك يمكن تكون انه لازم نقوموا بعمل اكثر دقه والعمل هذايا باش ما ترجعش الاذن وباش تقعد اون فوا بور توت العمليه تكون ناجحه 100%. بالنسبه للرجوع للعمل هو تجم ترجع حتى من غدوه تخدم، ما ثم حتى قلق، ما ثم حتى قلق. باهي دكتوره اذا كان ما عملناش العمليه في عمر 6 سنين وقدم بين العمر وكبرنا بالاذن هذيك، اسكو فما حد معين نتاع عمر باش نصلحوا فيه المشكل هذا، والا اذا كان مثلا عفتنا 30 سنه ولا 20 سنه ما عادش نجم تتصلح بعمليه تجميليه؟ هي بالنسبه للغضروف يكون لين وقت اللي هو يبدا صغير، وهيك علاش نجمو حتى نصلحوه حتى من غير عمليه، هو الاج دو الا نيسونس جوست دوبل تولد الصغير. بعد ديجا في 3 شهور دونك باش ياخذ الفورمه، 6 شهور تولي ما تنجمش تعمل له كان شي عمليه جراحيه. كيف يكبر العبد الغضروف يتقوى، دونك احنا شنو نعملوا له في العمليه؟ نضعفوه باش نجمو نرجعوا التضاريس
اللي المزيانه اللي هي العاديه والطبيعيه نتاع الاذن وتصير العمليه. دونك ما ثم حتى قلق في اي عمر من في اي سن نجمو نعملوها العمليه، ما عندنا حتى قلق اي عمليه في اي سن. واذا كان ضعفنا الغضروف ما فماش حتى انعكاسات اخرى على الاذن ولا على السمع ولا على حاجه؟ ما عندها حتى علاقه بالسمع، السمع عنده حتى علاقه بالصيوان الخارجي كما قلت لك. بس بالعكس احنا كيف نحسنوه نرجعوه على طبيعته، خاطر هي حاجه غير طبيعيه، هي تشوه خلقي. تشوه خلقي هو كيف ما قلت لك يجم يكون على تضخم نتاع غضروف معين ولا عدم وجود التضاريس الطبيعية اللي فيه، اللي هي إن فوا ترجعها العادية بالعكس هي حاجة باش ترجعها لطبيعتها، بالعكس حتى في الفونكسيون متاع السمع باش تكون تحسنت. أما ما ثماش إمكانية أنك تعمل لك تفاعلات سلبية على السمع بالكل، هذه حتى علاقة مع السمع. يعطيك صحة دكتورة. نمشي للتليفون الموالي معنا. هيلا، كانت تسمع فيا هيلا؟ ألو ألو، تسمع فيا راك؟ هيلا عسلامة. تفضل هيلا. مرحبا عايشك. عافية دكتور. أهلا بيك. عايشك. جست حبيت نسأل، أنا عندي ولدي صغير عمره 5 سنين، بيطاح على وذنه، فما كما نقولوا نحن القروش هذيا معناها السق شوية في بعضه، فهمتني؟ مش ما نعرفش كان تسميه تشوه ولا لا، جست هو معناها حبيت أنا نسأل على العملية، إسكو بوسيبل؟ قديش تاخو وقت انه ترجع وذنه عادية؟ هذه الحالات نتاع الاكسيدون على البابيون يعطيونا تشوهات. دونك التشوهات هذه احنا والتشوه، التشوه يكون كبير ولا صغير. اذا يكون التشوه صغير باش تكون الريباراسيون نتاعو تكون صغيره، معناتها ماهيش حاجه مي في بصفه عامه هي تبنيج موضعي والتصليح يكون سريع ويكون ما اكثرش من نصف النهار ديجا يرجع الامور لامريكا. فوالا. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه دكتوره. جوست عندي سؤال دكتوره، ما نعرفش اسكو يتسمى من التشوهات اللي تنجم تصير في الاذن والا لا؟ احنا تو كنا نحكيو على الاذن من الفوق اللي هي زايده شوي، ساعات بالحكم تعرف ساعات كانوا قبل يلبسوا البلالط الخشين برشا، الاذن تهبط لوطه كما نقولوا احنا، تشرمتت شويه من اللوطه. اسكو تشرميت هذيك زيد وكي تهبط برشا الاذن، اسكو تنجم زيد تتصلح والا لا؟ بالنسبه للاذن كيف ما قلنا، دونك من الفوق هي غضروف وجلده، ومن اللوطه هي شحم وجلده. بالنسبه للوبول معناتها الشحم والجلده، اون فوا استعملنا حلوق حل معناتها خراس بلالط زان، سي نورمال باش تصير المشكله وتتحل تحل المكان هذاك نتاع الاذن، وحنا نعملوا له العمليه نلصقوه نرجعوه نرجعوا له نصغروا الحله هذيك، ساعات تكون كامله ولا غير كامله. الفائده انه نرجعوها. انا جو بروفيت دو لوكازيون باش بالنسبه للي يعملوا لي بانس هذوكم في فوق الغضروف من الفوق هذيك بالمجد هذيك ماهيش حاجه صحيه برشا انه نعملوها. علاش؟ خاطر كيف تشد الكارتيلاج ثم امكانيه انه تصير انفيكسيون، دونك ماهيش بيه. وديجا حتى بالنسبه حتى في السمع يجم يعمل انتراكسيون نتاع رمساج دو سون، معناتها يفو ميو با ما يلزمناش ماذا بينا ما نستعملوش هذوكم لي بانس من الفوق. بالنسبه للوبول نصلحوها احنا، ديجا نصلحوها حتى تجميليا في مع لا شيروجي نتاع العمر اللي بور ليفتينغ ولا حاجه، الاذن كيف تبدا مكمشه في اللوبول نتاعها نجمو نسمحوها ونعطيوها النظاره اللازمه نتاعها ونصلحوها. يعطيك الصحه دكتوره. معنا تليفون اخر تليفون من تونس، معنا مريم. مرحبا بك مريم. الو يا عسلامة. حاول لو جوست في ساعة مريم باش نجم ناخذ نجاوبوك. باهي. تفضل مريم. مريم. الو. اي نسمع فيك يا مريم. عسلامة. انا عسلامة ساعة دكتورة عسلامة انت اختي. انا ولدي عمره 10 سنين وتولد هكاك ودني اليمين مبرومة شوية من فوق، حسن فيش قروش. اي.
حبيت يعني نعرف يلا يعني نجم عمليه ولا لا. فيسع فيسع دكتوره خاطر الوقت. اي دكا هذه دونك ماهيش الاذن البارزه، هذه الاذن اللي فيها تشوه. التشوه هذا يتصلح بطريقه مختلفه على الاذن البارزه، ونستعمله بالعكس احنا القوقعه اللي هي اللي تسبب في الاذن الواحد كيما نقولوا البارزه. باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم، كانت بحضنا الدكتورة نورز شبشوب الرباعي طبيبة مختصة في جراحة التجميل والترميم. يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك. عايشك هاجر، ميرسي بيان ميرسي بيان، بارك الله فيك على الدعوة ويعطيك الصحة. عايشك مرحبا بك، ان شاء الله نكونوا فدنا المستمعين الكل.